متابعتنا لبعض المشاريع والمستثمرات الصناعية بالولاية كانت الانطلاق من المنطقة الصناعية لبلدية الجلفة، وتحديداً عند مصنع المضخات المائية المعروف باسم جلفة بومب. هذه الشركة التي زاولت نشاطها بالاستيراد ومن ثم توجهت إلى التركيب والتصنيع وحتى التصدير. الشركة لديها عديد المنتجات في قطاع تصنيع المضخات المائية ذات مواصفات عالمية، تسعى لتوسعة نشاطها وإنتاجها بعد تذليل العقبات ورفع القيود الإدارية. جلفة بومب هي شركة كانت تدير الاستيراد، ومن حوالي 5 سنين أو 4 سنين بدأت تدير التصنيع، التركيب والتصنيع. اليوم احنا رانا نديرو التركيب والتصنيع، ورانا في السوق المتواجدين في السوق الوطنية، ورانا نخدمو، ما عندناش حتى مشاكل. السلعة نتاعنا لي بومب تاعنا درنا عندنا دروك كاع لي سيرتيفيكا نتاعها، وي سيرتيفيكا انترناسيونال كيما هما معترف بهم، كيما اي واحد نقولو حنا مثلا من دول اجنبية نفس البرودوي. في وحدة صناعة المضخات تابعنا عن كثب مراحل التركيب والتصنيع في خط الإنتاج. احنا عندنا بليزيور كار نسجلوا المضخات السطحية، المضخات الغاطسة، مضخات تفريغ سوائل لي فيد كاف وتاع لاسينيسمون، عندنا لي بومب تاع لي ترونسفير دو تاع لي باراج لي غروس بومب. شركة جلفة بومب للمضخات توظف حالياً ما يقارب 140 عاملاً، ويرجح لأن يرتفع هذا العدد لتوظف المزيد من طالبي الشغل، خاصة وأن مطالبهم تتمثل والآن في منحهم توسعة بسبب ضيق مكان العمل، بما جعل عدداً من الآلات لم تدخل حيز الخدمة بعد. أنا نخدم كرئيس ورشة في الصناعة الميكانيكية، وراني نعلم هنا يا خدامة، نعلم لهم الميتي شغل، نعلم لهم الصناعة كيفاش يخدموا كيفاش يسمو في المصنع. أنا نخدم كوم شيف داتولي، راني نبروغرامي دي ماشين ا كوموند نوميريك، شغل لا تكنولوجي سي لا بريسيزيون تاع لي بياس، نخدموا دي بياس الله يبارك راهم يخرجوا بيان، لي بومب تاعنا راهم يخرجوا بيان. الحمد لله اليوم وفرونا مناصب عمل، مناصب شغل. انا كنت مهندس في الميكانيك، قعدنا واحد عام ونص ولا نحوس على الخدمه، اليوم الحمد لله وفرونا مناصب شغل شركه، والله الحمد لله ما يعلموا فينا وحنا نتعلموا الحمد لله. المهم يكونوا في مستوى متطلبات الشغل والانتاجيه، احنا نحوس نكونوا في المستوى. بخدم في مجال التحكم الالي كهرباء تريسيتي. الحمد لله جيت الجزائر هنا، والحمد لله ربنا كرمني بالخدمه في الشركه هنا، وبقالي بالظبط يعني داخل على شهر كده، والحمد لله فيها هنا مميزات كويسه، ويعني يوفرك بيت العمل.